أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتردى من رؤوس الجبال فرده جبريل عليه السلام؟ نعم، حصل عنده مضايقة وضايقه الكفار، فخرج هائما على وجهه، خرج هائما على وجهه حتى عرض له جبريل عليه السلام بين السماء والأرض، أرسله الله فناداه فرفع رأسه إلى جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها، وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلان المحيطان بمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستعني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.